بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أن يستشرف الإنسان مكان مثل هذا المكان الطيب المبارك الطاهر، فهذا فأل طيب في مستهل هذا العام. ما رأيناه اليوم في هذا المعقل الطبي العلمي الحقيقة يسلق الصدر ويقر العين، ويجعل الإنسان يستشرف مستقبل لهذه الأمة بأهم عنصر من عناصرها، عناصر ولادها أبنائها. حد يعرف أن هذا المعقل يستقبل يوميا 3000 حالة؟ حد يعرف أن هذا المكان هو أكبر وعاء للقلب مش في الشرق الأوسط، يعتبر في العالم؟ حد يعرف ان بيستقبل مليون مريض في السنة؟ حد يعرف ان كل يوم بيتعمل اكتر من 70 إلى 100 عملية قلب في هذا المكان؟ القلب، وما ادراك ما القلب؟ في اعراف الناس وفي علم كثير من الاطباء ان القلب مضخة تضخ الدم لشرايين الجسم فتصل إلى أطرافه وتصل إلى أبعاده. هذه المضخة أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون فيها إعجاز المولى في خلقه، هي المضخة الوحيدة التي تعمل دون انقطاع 24 ساعة. نبض الإنسان يظل ينبض طول ما هو فيه حياة، فإذا توقف هذا النبض توقفت الحياة. المخ على قدر عظمته وعقديته في الخلايا العقدية التي تحمل الذاكرة وتحمل وتحمل وتحمل، يأخذ رتحا من الراحة ومن السكون في ساعة النوم. وجعلنا النهار معاشا وجعل الله الليل سكن. لكن هل معلومة القلب أنها تلك المضخة التي تضخ 24 ساعة طول حياة الإنسان بانتظام شديد ودقيق من خلال 4 غرف يقول عليها الأطباء، بطين أيمن وبطين أيسر وأذن أيمن وأذن أيسر، هل هو هذا هو القلب؟ تعالوا معي قبل أن نذهب إلى العلماء والفقهاء نعيش في رحاب هذا النبض وهذا القلب، لندرك عظمة الخالق في المخلوق وقدرته جل في علاه كيف خلق فأبدع وأحكم في صنعه. الحقيقة التي لا يعلمها كثيرين أن كما أن العقل وعاء للفهم فالقلب وعاء للفقه، وشتان بين الفهم وبين الفقه. الفقه قضية عقدية، أما الفهم قضية رياضية، مقدمات ونتائج، وهذا وعاؤه العقل، معطيات وبراهين. لكن الفقه قضية عقديتها أصعب بكثير من الفهم، ولذلك القرآن يستوقفني حينما يقول لهم قلوب لا يفقهون بها. كنا نشعر أن الفقه حالة، لكن القلب كيف يفقه؟ العلم الحديث أثبت أن الإنسان في قلبه ذاكرة تفوق ذاكرة العقل. وقضية الفقه أن الإنسان له برهانين، برهان عقلي يعتمد على مقدمات ونتائج، وبرهان نفسي يعتمد على أحاسيس ومشاعر. الاثنين مع بعض لما يندمجوا يدون حالة الفقه، ولذلك حالة الفقه أعلى بكثير من حالة الفهم. من أجل هذا علمنا سيدنا رسول الله: ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعلمنا سيدنا رسول الله أيضا في محكم علمه المكنون: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. أي أن
القلب ليس مجرد مضخة تضخ الدم إلى شرايين وشعيرات تصل في طولها إلى ما يحيط الكرة الأرضية كلها. كل هذا في خلق هذا الإنسان المبدع، سبحان من خلق وسبحان من جعل سره الأعلى في المكنون في المخلوق. إذن القلب سر من أسرار هذا الكون، سر عظيم يتجلى في عظمة المولى عز وجل. وحينما قال المولى عز وجل: لا يسعني سمائي ولا أرضي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن، أي أن هذا القلب الذي لا يزيد في وزنه عن كيلو ولا يقل عن نصف كيلو، والذي يعتبر في القفص الصدري للإنسان، يتسع للخالق البارئ في معناه وفي مضمونه وفي عظمته. ومن حسن الطالع أن الإنسان الآن أصبح يحتفل بما يطلق عليه عيد الحب أو الفالنتاين، ونحن في أيام الفالنتاين. فهل الفالنتاين مصدر العقل ولا مصدر القلب؟ أقول لكم بشيء: الحب كله مصدره القلب، وهذه حقيقة أثبتها العلم الحديث. ولعلي قبل أن أعرج إلى أستاذنا الدكتور جمال شعبان، وهو له مؤلف في دقات القلب، وعشت معه جزء من الوقت وشعرت أنه يفكر بنفس الذي نفكر فيه تقريبا. والتفكر والتدبر من أرقى العبادات اللي فرضها ربنا سبحانه وتعالى على الخلق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حينما كنا نتفكر ونتدبر كان القلب هو المحير الحقيقي، كان القلب هو الذي يشغل الذهن ويشغل البال، كان القلب هو منبع الحب ومنبع الرضا ومنبع السعادة ومنبع أشياء كثيرة تضفي على الإنسان حالة من الاستقرار والسكون والسكينة. ما هذا؟ إذن قضية القلب قضية عظيمة، قضية كبيرة، قضية يتجلى فيها ويتحدى فيها الخالق كل المخلوقات بعظمته. والذين عاشوا في القلب وخبروا ماذا يفعل هذا القلب بالإنسان زادتهم من فضل الله إيمانا واعتناقا للوحدانية واحتراما للربوبية وتقديسا للألوهية، ذلك أن القلب إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا يتجلى العلم بكل ما أوتي من فكر ومن بحث علمي ليؤكد أن القلب فعلا هو من أخطر وأهم ويعني إعجاز المولى عز وجل في الإنسان. أردت بهذه المقدمة أن نفتح شهية الحوار لأننا لم نأتي فقط لكي نزور مستشفى أو نزور معهد متخصص عمره 56 سنة عاش قصة نجاح كبيرة، عاش قصة معالجة لملايين القلوب المصرية الفقيرة البسيطة التي لا تملك حق الدواء يعيش الداء فيها فتكون علة، ولا تنقضي هذه العلة إلا أن يأتوا إلى هنا. هنا لا يتحمل أي مريض لا مصروف إقامة ولا مصروف علاج ولا مصروف دواء، وهذا شيء من عظمة التكافل الاجتماعي، هذا شيء من عظمة العدالة الاجتماعية التي تتحقق في علاج مناسب لمريض العلة أصبحت أحد آلامه ومعاناته. هذا بيته الذي يعالج فيه العلة، ولذلك نأتي اليوم في هذا الصالون برسالة، رسالة جديدة، جديدة في طريقة تفكيرها لكنها قديمة وعريقة في فكر الإنسان المصري القديم. الجراحة
من 2500 سنة قبل الميلاد كانت جزء من حضارة الإنسان المصري القديم. لقينا في النقوش ما يفيد أنهم عملوا عمليات في المخ وعملوا عمليات في القلب وعملوا عمليات، أي أن حضارة الطب والجراحة هي حضارة مصرية قديمة، لكن كان يتولاها مش الحكماء والأطباء كما يتولاها عندنا، كان يتولاها الكهنة الكبار في مصر القديمة. من هنا فنحن نسبح اليوم في هذا البيت الطاهر المبارك، بيت القلب، نسبح لمعاني تتعدى قضية الداء والعلة والعلاج إلى قضية البحث والتدبر والتفكر، حتى نعود إلى حظيرة الإيمان الحقيقية. فهذه نظرة واقعية لهذا المكان الطيب الطاهر، ودعوة من هنا من هذا الصالون، كيف نؤيد وندعم هذا المكان؟ ألفت الحكومات أن تتحمل مسؤولية كل شيء برغم أنه مش مطلوب منها، كان مفروض على الناس تستنفر وتستنهض الأمة لتشارك، والحقيقة الناس بتشارك، لكن لابد أن نوجه أنظارها كيف يشارك ومتى يشارك في المكان المناسب للمشاركة. وأنا أعتقد أن المعهد القومي للقلب أحد الأماكن التي تتطلب تضافر المجتمع المدني بكل جمعياته الأهلية، تضافر الأغنياء بكل من كان عنده فضل ذات فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. فهذا هو شكل من أشكال التكافل الاجتماعي الحقيقي، وأحد المصارف التي ينبغي أن يوضع فيها المال حتى نرفع المعاناة. وحينما سيدنا رسول الله يعلمنا من أحيا نفس كأنه أحيا الناس جميعا، فهنا كم من مريض جاء إلى هذا المكان وكان بينه وبين فراش الموت لحظة وقطرة، ثم أعادت له الحياة بفضل المولى عز وجل وبفضل هؤلاء الذين يعملون في هذا الدار العظيم. وهنا لابد أن قبل أن أختم أن أركز على أشياء ثلاث. الأمر الأول أننا جئنا إلى هنا لكي نشارك ونساهم ونحاول بمال وجهد وفكر في إعادة صياغة وتعظيم دور هذا المكان العظيم الذي يحمل من الخبرات ما لا يحمله أي مكان في العالم. مليون مريض بيتعالج هنا في المكان ده في السنة، حد يصدق؟ إيه الأطباء اللي موجودين هنا دول؟ إيه حجم الخبرة اللي بياخدوها؟ إيه حجم الممارسة اللي بيعيشوها؟ تثروة وكنز رهيب جدا. كيف نستفيد بهذا الكنز لهذا المجتمع الذي مارس الطب في أدق مراحله؟ هذا جزء مهم وحاكم، لابد أن تخرج الخبرة دي إلى الدورة الإفريقية القادمة التي يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي تعطي بصمة في المشاركة الوجدانية والمشاركة العملية ومساهمة مصر في أفريقيا، ليس فقط هنا ولكن لابد أن تنتقل هذه الخبرات. إلى الشيء الآخر الذي أحب أن أركز عليه قبل أن أختم، أن معهد القومي للقلب لابد أن يكون له فروع أنحاء جمهورية، وسنبدأ بأول فرع في العريش وأنا متحمل مسؤوليته بالكامل، متحمل مسؤوليته بالكامل. فرع في العريش لأبناء سينا، وأنا مفيش مرة بحب أحمل فيها صالون إلا ما يكون بيشارك معي أبناء سينا. والنهاردة من حسن الطالع أن نقيب الأطباء في شمال سينا أخويا صلاح سلام موجود جنبنا على المنصة، مش بس في العريش، في الوادي الجديد، في أسوان، في الأقصر، في الصعيد، في كل حتة. هذا المعهد يا دكتور جمال في عهدك لابد أن يشهد انتشار يليق بهذه القيمة الحضارية المصرية التي مرهن 56 سنة. أنا الأوان بعد 56 سنة أن تكون لنا بصمات وتمتد أيدينا في أنحاء الجمهورية، مش بس أنحاء الجمهورية، وفي أفريقيا وفي الدول العربية نتيجة الخبرات الذاخرة في هذا المعهد. مليون في السنة يعالجوا هذا المعهد، هذه حقيقة
لفتة ونظرة مهمة لابد أن نتحرك ليها وأن نعيد صياغتها وأن نحاول بقدر المستطاع أن نستفيد بها وأن نفيد بها الإنسانية. حينما يرقى الإنسان يخرج من عصبية المحدودة للقبلية ويخرج من عصبية القومية ويعلو على إلى الإنسانية. نحن نتطلع إلى هذا المعهد يكون دور على العالم أجمع على إنسانيته. شيء الأخير، أخذني الدكتور جمال شعبان وزورني الدور الرابع علشان يقيم أكبر غرفة إنعاش في العالم في هذا المعهد، أكبر غرفة إنعاش في العالم في أمريكا 75 سرير وهو طموحه 100 سرير. دكتور جمال نحن معك في أكبر غرفة إنعاش في العالم، نساهم ونشارك وندعو الآخرين. موضوع هيكلف في حدود حوالي 50 جنيه، احنا بندعو الناس تيجي تضم وتحط ايديها معانا عشان نعمل اكبر غرفة انعاش. غرفة الانعاش دي هي اللي بتحيي النفس، هي دي الجزء المهم جدا اللي حافظ على نجاح العملية بعد ما تخلص، وهو ده المرحلة الحرجة في نجاح العمليات. ايدينا في ايديك يا دكتور جمال، قلوبنا مع قلوب كل من لا يستطيع ان يصرف لإزالة الداء للعلاج. وهنا تتجلى عظمة المولى عز وجل في أن يكون العمل خالص لوجه الله وليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا وليس لهم فيها حسنة، فلما سئلوا قالوا كنا نحسن الظن. بلى، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ظننا في حسن العمل وأن تتشابك الأيادي وتتوحد القلوب نحو عمل صالح من أجل الإنسان. الإنسان في معناه حب الخالق من حب المخلوق. طابت جلستكم، إن شاء الله ستكون له آثار ونتائج على هذا المكان وللناس إن شاء الله في هذه الأمة، وهذه هي القيمة أن نكون أصحاب رسالة. شكرا على دعوتك يا دكتور جمال لهذا الصالون، وفعلا الصالون يستحق ان ينتقل الى هذا المعهد تكريما للمكان وتكريما للقائمين على هذا المكان. والسلام عليكم ورحمة الله، وأترك الأستاذ جمال لكي يستكمل رسالة وستسمعوا منه أفضل بكثير مما قلت.